السلام عليكم الناس. هاد الشيء ما بقاش كيفرح، تعالى اجود هاد الشيء ما بقاش كيفرح. حنا ما بقيناش قادين على المعيشه، ابسط الحقوق ما بقيناش قادين عليهم. المعيشه غلاس، كتنعس كتفيق كتلقى الحاجه عادت ب 50 درهم عادت 100 درهم، والانسان ما خدامش ب 50 درهم. مين غنجيبوا هاد المصروف؟ مين غنوكلوا هاد البلادات؟ هاد الدراري اللي حنا كنعانيو، المعيشه رخيه، ما عندناش شي دخل قار لهاد الدراري. كتنعس كتفيق تيقول لك غدا الحاجه تزادت، باش غادي نجيبوها؟ يلا باش غادي نجيبو هادي وحنا ما كنشدوش 50 درهم في النهار. وهذا الشيء كيضر في الله حقاش، ما كيوصلش الناس اللي واصلين، كيوصل لها الشعب لهش. الناس اللي راه 70% ديال الشعب المغربي ما عندوش المعيشه، ما عندوش الصحه، ما عندوش الاكل. حنا واحلين في الصحه، واحلين في الصحه، واحلين في التعليم العمومي. ولادنا ما كيقراوش، كيمشيو كيجيو في التعليم. كانوا الاساتذه وكلشي كيخرج من التعليم، دابا ما بقاوش ولادنا كيقراو، مكرفصين. دابا المعيشه عندنا واحلين فيها ابسط الامور، وهذا الشيء ماشي بزاف. احنا بلد ثاني وحده واقيلا مصدره للتصدير والتصدير ديال المنتوجات الفلاحيه عندنا حنايا، ما عندناش من ناكلو. مطيشه 160 زيت من اللي عاد من 50 درهم 100 درهم، ما شاء الله. والله يجعل ربي يدير شي مخرج وشوفوا من حالنا. انا ما بقيناش، انا ما كنت خدامه مع المعيشه، خدامه في شركه كندخل ديك 2000 درهم خدامه علينا. دابا من اللي عاد عندي دري فيه التوحد جلست من الخدمه، انا باش غادي نصرف على الوليدات وباش غادي نوكلهم؟ كنعس كنفيق ما بقيناش فين غنديوهم؟ كي نديروا للدراري؟ دابا اللي جلسنا من الخدمه دابا فين غنخدموا؟ 2000 درهم ما بقاش كتكمل لك حتى الشهر، تكمل لك نص الشهر ما كتكملوش. انت عندك دري مريض جلستي من الخدمه على ود، باش غتكمل لي هذا الشهر؟ باش غادي تكمل هذا الشيء؟ باش غتكمل؟ الحمد لله على كل حال، ولكن هذا الشيء راه الشعب حنا كلشي عندنا موفر، ولكن الناس اللي لابس عليهم ما كيحسوش. واحد اخر درويش اللي عنده اللي عايش ما كيحسش بواحد ما عندوش، فقير ما عندوش ما كيحسش به، ما عارفوش هو اصلا واش كاين ولا ما كاينش. كتمشي للصحه ما كيعتبروكش في السبيطار ديال الدوله، كتمشي تصاوب شي ورقه ما كيعتبروكش حتى واش كاين ولا ما كاينش. تمشي ابسط الامور ساكتين ما كنهضروش، ولكن من عندك معيشه زيد 50 درهم تمشي تجيبهم 100 درهم؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا للغلاء، كفى من الغلاء، لان الشعب المغربي تقهر بالغلاء. بالطبع ان السياسات الحكوميه اليوم لم تجد حلولا ناجعه لدعم الفقراء، لدعم النساء بالخصوص. وبالمناسبه اليوم 8 مارس قريبه، والنساء هما اكثر معاناه. وهنا كنحيي النساء العاملات اللي هما مطرودات من العمل، كنحيي النساء اللي كيخدموا في النظافه اللي هما جابوا لنا هذه المناوله اللي هي سيئه الذكر، حتى الاجور ديالهم ما كيتلقاوهمش. نطالب ايضا بتسهيل ولوج النساء للعداله، واعفاء النساء المعنفات من انهم يؤديوا الاثمنه في الصناديق في الصناديق وما يؤديوش الرسومات الجزافيه. نطالبوا بان القانون الجنائي تغير، بان المسطره الجنائيه تغير، بان مدونه الاحوال الشخصيه مدونه الاسره لم تعد صالحه. اذا هذه ترسانه من القوانين يجب ان تغير، لان النساء هما الاغلبيه ديال الاسر تتهزهم نساء. اذا من حق هاد النساء يعيشوا عيشه كريمه. كفى من الاغتصابات، كفى من التحرش، كفى من الاحكام المخففه. نريد عداله ونريد اطلاق جميع المعتقلين السياسيين. تحيه. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.